هام السحب وانت انتثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب فوق فوق هام السحب وانت انتثرى مجدك لقدام وامجادك ورا والحكا فيك حسادك ترى ما علينا بهرج السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، أيها الآباء، أيها المتفوقون، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تشريفكم حفلنا نحن المتفوقين هذا المساء بمحافظة الرس في مركز الأمير سلطان الحضاري لهو بحق فخر لنا، ويشعرنا بالثقة وحب العلم، ويزيدنا طموحاً لنخدم وطننا في شتى العلوم والمجالات. في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، فهنيئاً لنا جميعاً هذا الوطن المعطاء. للتعليم في محافظة الرس كلمته في حفل المتفوقين لجائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي، يتفضل بإلقائها مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان بن عبد الله الطعيسي، فليتقدم وله منا الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي يا صاحب السمو أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة التعليم بمحافظة الرس أن نرحب بكم أجمل ترحيب وأصدق ترحيب، وأنتم تشرفون جائزة فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي
والتي يدعمها الشيخ الوجيه مسعد بن سمار صاحب السمو حفلنا الكريم. الطلاب المتفوقون يمثلون أهمية كبيرة في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره، وتناغماً مع هذه المكانة أتت التوجهات لتكون في مجملها متواكبة مع حجم هذا التأثير الذي يمثله المتفوق في مضمار وميادين حياتنا، حيث تقوم إدارات التعليم ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد الطلابي بجهود ملموسة ومؤثرة أثمرت عن ممارسات ناضجة على أرض الواقع تكرس للنظرة الإيجابية نحو التفوق عبر المسابقات وحفلات التكريم، وبشكل يثمر عن ممارسات تعنى بكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى الذهني والفكري والنفسي للمتفوقين من خلال إشاعة أجواء التفوق، وصولاً إلى مزيد من العناية والاهتمام وخلق الفرص التي تساعد في تأسيس القواعد اللازمة لصناعة مجتمعات متفوقة. هنا وعلى مستوى إدارة التعليم بمحافظة الرس تتوالى الجهود الحثيثة للاهتمام بهذه الكوكبة المتميزة من أبنائنا الطلاب. وما هذا الاحتفال السنوي بالمتفوقين والذي تشرفونه في كل عام إلا خطوة ضمن سلسلة طويلة من الجهود التي تبذلها الإدارة لأجل العناية الكافية بهذه الشريحة. صاحب السمو حفلنا الكريم، ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة نستشعر الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث جاءت رؤية المملكة 2030 مواكبة لرسالة التعليم وداعمة لمسيرته لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات مستقبلاً. وانطلاقاً من هذه الرسالة جاءت الرؤية لتوفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية مناسبة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة ورفع جودة مخرجاته وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم. كما نستشعر أمانة المسؤولية التي تمليها علينا رسالتنا التربوية نحو ناشئة الوطن من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في ربطهم بمكونات وطنهم والسعي لصونه والحفاظ على وحدته والذود عن حياضه وتعزيز قيم الولاء والانتماء وتربية عقولهم على معالي الأمور وسمو المقاصد والسعي بخطى ثابتة لتكون راية الوطن خفاقة في كل محفل، بما يتيح لهم مستقبل حياتهم المشاركة في بناء نهضته وتقدم مسيرته الحضارية. صاحب السمو، اجتمع في هذه الليلة المباركة التكريم والولاء والوفاء، فالتكريم لأبنائنا الطلاب المتفوقين ثروة هذا الوطن وعماده، وأما الولاء فللوطن وقيادته الرشيدة، وأما الوفاء فهو يأتي انطلاقاً من توجيهات سموكم الكريم وتعليماتكم الحثيثة بالوفاء لأبناء الوطن ممن ساهموا بعطائهم ومالهم لدعم التعليم ومسيرة البناء والتنمية، وذلك بأن تحمل المنشآت التعليمية أسماءهم للتعبير عن وفاء الوطن لأبنائهم، وهذا وفاء لا يستغرب من سموكم الكريم. ولا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أكرر الشكر لمقامكم الكريم على هذا التشريف والتشجيع، آملين أن نلتقي كل عام ومملكتنا الغالية وولاة أمرنا وشعبنا بخير وتطور ونماء. والشكر موصول لداعم جائزة فيصل بن مشعل بن سعود الشيخ الوجيه مسعد بن سمار، والذي ندعو له بالبركة وبالمال والولد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صاحب السمو، إن رعاية المتفوقين ودخول القطاع الخاص مع التعليم لهي شراكة كريمة يرفعها العلم ويزينها الإخلاص والبذل والعطاء،
فتحت جفني في شوق وفي ألق، قد سخر الله لي من أمتي راعي. ورجال الأعمال في محافظة الرس لهم يد طولى في خدمة التعليم، فرجل الأعمال الشيخ مسعد بن سعود بن سمار تكفل بدعم حفل المتفوقين أكثر من 5 سنوات وما يزال داعماً للمتفوقين. ورجل الأعمال الشيخ عساف بن محمد العساف تكفل بدعم جائزة الموهبة والإبداع ل5 سنوات متتالية. فبارك الله بصحتهما وأموالهما، وغاية الشكر أن نقول لهما جزاكم الله خيرا. وبتوجيه خالد من سموكم الكريم بتسمية بعض المرافق التابعة لإدارة التعليم بأسمائهم تخليداً لأعمالهم وتشجيعاً لغيرهم ليحذوا حذوهم، قامت إدارة التعليم بالرس بتسمية مركز وقاعة بأسمائهم. نستأذن سموكم الكريم الآن بتدشين هذين المركزين. أولاً، تدشين مركز الشيخ مسعد بن سمار الثقافي بمسرح الإدارة. تم إطلاق اسم الشيخ مسعد بن سمار على مسرح إدارة التعليم بالرس كمركز ثقافي، عرفانا من الإدارة بدوره الاجتماعي والمتمثل برعاية أبنائه الطلاب المتفوقين لأكثر من 5 سنوات. لي يا صاحب السمو طلب من سموكم باسمي وباسم بيت الإدارة وباسم الطلبة المتفوقين أن تقبل هذه الجائزة، أن تكون باسمكم حفظك الله. وقد جاءت هذه المبادرة بتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز. ثانياً، تدشين قاعة الشيخ عساف بن محمد العساف للاجتماعات والحوارات بالنادي العلمي بالإدارة. تم إطلاق اسم الشيخ عساف بن محمد العساف على قاعة الاجتماعات والدورات بالنادي العلمي، عرفاناً من الإدارة بدوره الاجتماعي والمتمثل برعاية أبنائه الطلاب الموهوبين والمبدعين ل5 سنوات. لا يخفى على الجميع أهمية التشجيع والتحفيز في جميع المجالات وخاصة في قطاع التعليم، وهذا هو نهج ولاة أمرنا حفظهم الله. وامتداداً لتوجيهات الوالد الله في عمره ورغبته بالمشاركة بكل ما يخدم محافظتنا الغالية. وقد جاءت هذه المبادرة بتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز. صاحب السمو
أيها الحفل الكريم، نبقى وإياكم الآن مع فيلم وثائقي يتكلم عن حملة سموكم الكريم معا ضد الإرهاب والفكر الضال. حفظ الله لنا ديننا ووطننا وقيادتنا. وقتا جميلا نرجوه لكم. مرت وتمر المملكة بتحديات جسام للنيل منها ومن مقدساتها وقدرها في العالم، عبر اختطاف مفاهيم ومنطلقات أغلى ما يملكه ويعتز به المجتمع السعودي وهو دينه، ثم المزايدة على واقع الدولة والمجتمع ونهجه ومنهجه، وتجاهل جهود المملكة في رفع لواء الإسلام الصحيح وشعائره السمحة ونصرة قضاياه والوقوف مع المسلمين في بقاع الأرض كافة. هذا الشعب معدنه ذهب، هذا الشعب معدنه أصيل كريم. وأنا الحقيقة أريد أن أبشر أو بالحق أقول لأن أضيق صدر الأعداء، نحن لدينا مناعة قوية ضد إرجافهم. إرجافهم لم يعد يهمنا، إرجافهم هذا لم يعد يزعزع شعبا له مئات السنين متمسك بثوابته، متمسك بقيادته، جاهد الآباء والأجداد لتوحيد هذه البلاد. وسوف يأتي قبيح أو سفيه بتغريدة يريد أن يعكر صفو هذه البلاد، هذه ضحوكة. من هنا كانت مبادرة سمو أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود ابن عبد العزيز لإطلاق حملته المباركة معا ضد الإرهاب والفكر الضال على مستوى منطقة القصيم، والتي تستهدف صناعة إطار توعوي وطني للجهات الحكومية والخيرية والأهلية بالمنطقة تجاه مكافحة الإرهاب وسلوكياته المنحرفة والأفكار الضالة الهدامة، ولتنشر رسالتها للعالم بأن المملكة العربية السعودية هي إحدى ضحايا الإرهاب الذي لا دين له ولا جنس. الاجتماع هذا اجتماع السادس، طبعا امتداد الاجتماعات السابقة، وكله المكتب التنسيقي هذا وأعمال المكتب التنسيقي وما يدور فيه. والحمد لله ظهر، يعني ظهر الاجتماع والحملة، الاجتماعات والحملة ظهرت إن شاء الله بنتائج مباركة جدا. لا بد أنكم تستمرون بالتوعية والمبادرات، ولا بد أنكم تنيرون الناس خصوصا النشئ الجديد، لأنه الآن تعرفون وسائل التواصل الاجتماعي بالسوشيال ميديا أصبحت يعني تدخل مو بكل بيت، صارت تدخل كل عقل طفل. هذه الحملة التوعوية هي نتاج للمواقف الوطنية والمجتمعية والرغبة من المجتمع لترجمة غيرتهم على دينهم ووطنهم وقيادتهم وأموالهم وأعراضهم، ولا مجال للضبابية أو التعاطف مع نزوات فكرية منحرفة. ومن هذا المنطلق الحكيم وهذه الحملة الجليلة كان لإدارة التعليم بمحافظة الرس جهود كبيرة على المستويات كافة ولمراحل التعليم الثلاث وأندية الأحياء بنين وبنات، حيث وظفت عددا من برامجها المركزية والداخلية. نفذ على مستوى المحافظة للطلاب والطالبات برنامج الحوار الوطني لتعزيز الثقافة الإيجابية للحوار والخلاف والاختلاف والتعبير عن الآراء بالأساليب الحضارية السليمة، إضافة لغرس التفكير الإيجابي الناقد لما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أقيم اللقاء الحواري الطلابي
مع سعادة مدير التعليم بالمحافظة امتدادا لهذا البرنامج تحت عنوان أهمية اللحمة الوطنية في بناء مستقبلنا. إن محبة الوطن ليست أقوال تقال أو شعارات ترفع أو مجرد أحاسيس جوفاء، بل هي فطرة غريزية متأصلة في النفوس ومتجدرة في الوجدان، وأفعال تدفع إلى العمل الجاد الذي يستهدف رفعة الوطن والاعتزاز والانتماء إليه. من البرامج التي ساهمت في تحقيق رسالة حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال المهرجان الثقافي المدرسي للصغار الذي أقيم في إحدى المراكز التجارية بالمحافظة، حيث تضمن العديد من المشاركات التفاعلية الوطنية مستهدفاً المجتمع والأسرة والفرد. صاحب ذلك معرض أندية الحي ومعرض ارتقاء للبنات. من الفعاليات التي نفذها التعليم تحت هذا الشعار مسابقات فنية وثقافية وتفاعلية لقطاعي البنين والبنات، اشتملت على رسومات وتصاميم وتغريدات ورسائل بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف منها إلكترونياً. ولدور المسرح المدرسي في تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمملكة والانتماء للوطن وفي إكساب الطلاب والطالبات القدرة على التعبير والإفصاح، أقيمت منافسات مسرحية للمرحلتين المتوسطة والثانوية تناولت الموضوعات الوطنية كاللحمة والوحدة والتصدي للأفكار السلبية المنحرفة. حفظ الله بلادنا وقيادتنا وشعبنا وكفانا شر أعدائنا الذين يتربصون بنا، فكلنا معا ضد الإرهاب والفكر الضال أيا كان مصدره ومبرراته، فنحن شعب مسلم يعتز بقيمه ودينه وخدمته للحرمين الشريفين ويفخر بإنجازاته الوطنية والاقتصادية والتعليمية. أيها الحفل الكريم، لحب الراية الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي، أقلب صفحة الأمجاد حتى تغنى في مفاخرها نشيدي. أبوريت الراية الخضراء، وقتا ممتعا مع الأبوريت. الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي، أقلب صفحة الأمجاد حتى تغنى في مفاخرها نشيدي. وصرت بحبها نهما فتيا أرش على رحائبها ورودي، بلاد يخدم الحرمين فيها ملوك العز من آل السعودي، ملوك العز من آل السعودي. لحب الراية الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي، أقلب صفحة الأمجاد حتى تغني
غنى في مفاخرها نشيدي ودستور الشريعة في حما تجالبه تباشير الوجود لنا في ظل رؤيتنا طموح وآمال تنال بلا حدود وآمال تنال بلا حدود لحب الراية الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي أقلب صفحة الأمجاد حتى تغنى في مفاخرها نشيدي نسير بدربنا هضتنا سموا بلادي واصلي العليا وجودي كفانا الله أعداء تمادوا بأطماع المخادع والحسود بأطماع المخادع والحسود لحب الراية الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي أقلب صفحة الأمجاد حتى تغنى في مفاخرها نشيدي لحب الراية الخضراء يسري كما النسمات في أندى وريدي أقلب صفحة الأمجاد حتى تغنى في مفاخرها نشيدي تغنى في مفاخرها نشيدي وقفنا دون دولتنا جنودا وأقسمنا لنحميها يمينا معا ضد التطرف والضلال وفكر يحمل الحقد الدفينا فمن إرهابهم نفثوا سموما وعاث فسادهم والجرم فينا دولتنا جنودا وأقسمنا لنحميها يمينا نحن الدول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على أيا كان مصدره لقد بذلت المملكة الكثير من في سبيل ذلك سنستمر في جهودنا بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بين الشام مؤكدين أن الإرهاب لديننا ودين الحنيف يرفضه ويمقته ودين وسطية واعتدال ولكننا بحكمتنا اجتمعنا لندحر ذلك الزيف المشينا معا وعيا وحبا وانتماء سيبني خيرها حصنا حصينا تكاتفنا وناديتنا جهارا لنسمع ذلك الحق المبين وقفنا دون دولتنا جنودا وأقسمنا لنحميها يمينا معا ضد التطرف والضلال وفكر يحمل الحقد الدفينا فمن إرهابهم نفثوا سموما وعاد فسادهم والجرم فينا اليوم الإرهاب والتطرف ليس أكبر خطر حققه هو قتل الأبرياء أو نشر الكراهية أكبر خطر عملها الإرهاب والتطرف هو تشويه سمعة ديننا الحنيف وتشويه عقيدتنا لذلك لن نسمح بما قاموا فيه من تشويه لهذه العقيدة السمحة ومن ترويع الأبرياء الدول الإسلامية وجميع دول العالم أن يستمر أكثر من اليوم فاليوم بدأت ملاحقة الإرهاب واليوم نرى هزائم في كثير من دول العالم خصوصا في الدول الإسلامية واليوم سوف نؤكد أننا سوف نكون نحن من الحق وراءه حتى يختفي تماما من وجه الأرض تكاتفنا ونادينا جهارا لنسمع ذلك الحق المبين بأن سلام مملكتي براء من الإرهاب من هذا
ديارتنا جنودا وأقسمنا لنحميها يمينا معا ضد التطرف والضلال وفكر يحمل الحقد الدفينا فمن إرهابهم نفثوا سموما وعاد فسادهم والجرم فينا فمن إرهابهم نفثوا سموما وعاد فسادهم والجرم فينا فمن إرهابهم نفثوا سموما وعاد فسادهم والجرم فينا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته وخلاصنا لبلدنا وشعبنا. هذا هو الشيء تربينا عليه من عهد ملوك السابقين إلى والد الملك عبد العزيز رحمه الله وآخر الملك عبد الله يغفر له ويرحمه. وتوصيته دائم لي خدمة مواطنينا ديننا قبل كل شيء مواطنينا وبلدنا والحمد لله. قيادتنا بعهد شاهد للشعب إجماع نبايعكم وروح السمع والعرفان والطاعة ولاء وانتماء نسمع الأمصار إيقاعا ونبتر من تمد لنا صروف الدهر أطماعا. البيعة لسيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله هي مناسبة يعني تاريخية مناسبة وطنية غالية على جميع أبناء هذا الوطن المبارك. تجمعنا أخوتنا بهذا الحب يا وطني فرب الناس حارسنا من اللافات والفتن. سمو وأميرنا فيصل ملكت قلوبنا حبا فليس على دروب الخير في توجيهكم صعبا تقود إلى المعالي والمفاوز ذلك الركبة وبات قصيمنا الميمون في إنجازكم رحبا. شرفنا كل عام حافل ترعى تفوقنا تحفزنا إلى الإبداع إقداما وتبهجنا وهذا الرس يذخر في مكارمكم ربان وسنا فشكرا يا سمو وأميرنا ذخرا تدوم لنا. سعوديون رايتنا تحاكي هامة المزن تناغمنا روابطنا على الخيرات والمنن وتجمعنا أخوتنا بهذا الحب يا وطني فرب الناس حارسنا من اللافات والفتن. سعوديون رايتنا تحاكي هامة المزن تناغمنا روابطنا على الخيرات والمنن
فرب الناس حارسنا من الآفات والفتن فرب الناس حارسنا من الآفات والفتن. يتشرف الآن أبناؤك المنشدون بالسلام على سموكم الكريم. يتقدمهم رئيس النشاط الطلابي الأستاذ ماجد بن غازي العوفي. صاحب السمو، نستأذنكم بمسيرة الطلاب المتفوقين من أمام سموكم الكريم. أسماء الطلاب المتفوقين في المرحلة الثاني الثانوي: عبد الرحمن وجيه السيد، عبد المجيد مسعد مسفر البدراني، أحمد جلال مصطفى، الياس عنيزان غضيان الحربي، تركي عبد الرحمن عبد الله الرشيد، ريان صقر راشد الحربي، عبد الله سليمان ضيف الله الفريدي، عبد الله صالح عبد الله نصيان، محمد عبد الله ناصر الجزوة، أحمد زكريا أحمد الظواهري، محمد جمال محمد شلبي، أحمد محمد علاء إبراهيم عيد، محمد عبد العزيز عبد الله العويد، إياد علي عبد الله التميمي، تركي إبراهيم عبد الله العواجي، تركي علي عبد الله دعاجي، سطام محمد عبد الله العساف، سليمان يوسف راشد الغفيلي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المسعود، عبد العزيز فهد عبد العزيز القفيلي، عبد الله صالح ابراهيم العايد، عبد الله فهد عبد الرحمن الخليف، عزام عبد الله حمد العرزون، عمر موسى محمد القفيلي، فارس صالح علي القزلان، محمد صالح محمد الروضان، محمد عبد العزيز سليمان البليهد، محمد عبد الله محمد المزيني، مشاري سليمان علي العلي، عبد الله محمد عبد الله العواجي، أحمد علي أحمد بدار، أحمد محمد سعد الدين، أحمد عماد محمد عبد الله، أحمد محمد محمود الأسيوطي، أحمد وليد المصري، أسامة خليل سالم ظاهر، خالد مجدي علي الشوربجي، سامح ياسر أمين محمد، سهير ناصر عبد الباقي الصباغ، عبد العظيم حمدي عبد العظيم حسن، عبد الله السيد خليل، عبد الله جلال محمد الشيخ، عمر فهمي طاهر عبد الفتاح، مهند وائل الدراس، أحمد جمال نايف غالية، أسامة علي مصطفى علي، المعتز بالله سعودي زكي، محمد إسماعيل عبد اللطيف صلاح، محمد شعبان حسن عبد الرحمن، عبد الملك بدر محمد الزغبي، أحمد صالح عبد الله الخليفة، خالد شباط عبد الرحمن الحربي، سليمان عبد الله سليمان أنصيان، عزام خالد العوفي، عبد الله بدر صويان، أسامة منصور عبد الرحمن الزيدي، عزام خالد العوفي، عبد الله بدر صويان، أسامة منصور الزيدي، عناد الحميدي المطيري، تميم خليفة عبد الله الخليفة، الوليد صويان، خالد بن عبد الرحمن عايض الحربي، عزام صالح عبد الله صويان، عبد الرحمن محمد العليان، أحمد محمد العليان، محمد خليفة محمد الخليفة، مشعل محمد صالح العساف، سلطان محمد ناصر العظيب، محمد عبد الله العميري، ياسر عبد الله أمعثم، مساعد غازي عبد الله الشعبي، عبد الرحمن محمد عساف بن حواس، صالح بن مثيب صالح الحربي، عبد الرحمن علي عبد الرحمن العامر، بسام محمد عبد العزيز العقيل، مشعل صلاح معزي الحربي، مشعل محمد الصيخان، فارس عبد الله الخليفة، يزيد عبد الله الخليفة، عابد عبيد الحربي، موسى سليمان رشيد الرشيدي، أحمد طلال فهد الكثيري، خالد عبد الملك علي الرشيد، صالح محمد الظاهري، مشاري يوسف صالح دبيان، يزيد صالح منصور العساف، أسامة حمود علي دويش، فيصل إبراهيم منيع الخليفة، فيصل عبد الرحمن سليمان الدهامي، فيصل محمد الرشيد، ثامر سعيد المطيري، عمر صالح القزلان، هشام الخليفة، محمد ياسر، مصطفى ياسر، عمرو طارق، حسام نبيل، أحمد عبد الوهاب، أحمد عرفة،
أغياد محمد، محمد عبد العزيز الفريدي، إبراهيم الصيخان، أسامة القزلان، حارث الرشيد، راكان المطيري، ريان الحربي، سعود الحواس، سليمان المقبل، سليم الرثيع، عبد الله العلي، عبد الإله الغفيلي، أحمد عبد العزيز الخليوي، عبد العزيز الصالح، عبد العزيز الفواز، عبد العزيز المطيري، عبد الله الحربي، عبد الله العقيل، علي المريس، عمر المطيري، فيصل الشارخ، محمد الرثيع، محمد الغفيلي، محمد عساف العساف، محمد الروضان، محمد الغفيلي، مشاري المطيري، مشاري يوسف العوفي، مشاري مشعل الفجحان، مشعل الضلعان، صالح الخلف، إبراهيم محمد عزت، أحمد جمال سيد، عبد الرحمن حمدو، مازن سويلم، يزيد بدر العقل، زياد البشري، فيصل القزلان، بلال ناصر الحربي، ثامر عليان عبد الله حسن، حسام الرشيد، حسام رشيد الطياح، ثامر مرزوق عبد الله الحربي، بدر منيع الخليفة، عمر فهد الخليفة، عزام عبد العزيز الصالحي، عبد الله مطر الحربي، مشاري عبد الله الحربي، سليمان زكريا الخليفة، فيصل حوال الحربي، عبد العزيز إبراهيم الزرير، عبد الملك سليمان الرميح، عمر الحميدي الحربي، فيصل عبد الواحد الحنيني، أسامة القميع، عبد الرحمن الحربي، سلطان منصور العوفي، محمد علي الدبيان، منصور جميل البدراني. أسماء الطلاب المتفوقين من فصول التربية الخاصة: عبد الله عثمان حكمي، مشاري عايض حميد المطيري، رائد المطيري، عمار إبراهيم، مسعود مساعد، مسعود المضيبري، باسل عبد الله العميري، بخيت حامد العتيبي، محمد خالد الحربي، منصور بن جميل البدراني. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، نستأذنكم بكلمة لراعي الحفل مسعد بن سعود بن سمار، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل حفظه الله ورعاه، أبنائي الطلبة، مدراء التعليم وبيت التعليم في الرس، وسعادة محافظ الرس بالنيابة، والحضور جميعا، أشكر الجميع، وأشكر بيت الإدارة، وأشكر صاحب السمو الملكي على تكرمه بأن وضع لنا قاعة باسمنا، فهذا لا يستغرب على الجميع، لأنهم أهل الوفاء وهم يوفون ويقدرون، وهذا لا يستغرب عليهم ولا يستغرب على صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل، فأشكرهم شكرا كثيرا. كما أشكر أبنائي الطلبة المتفوقين على تقدمهم وعلى عددهم المبارك إن شاء الله، وهم من عام إلى عام هم في تقدم وفي زيادة، فالحمد لله على توفيقه، وإن شاء الله نرى هذه الجائزة، جائزة الأمير فيصل بن مشعل، تضم أكبر عدد ممكن، وأن تكون إن شاء الله على مستوى المنطقة، محافظة الرس تكون طال عمرك في عدد طلابها المتفوقين، وفي إن شاء الله أنهم يتنافسون مع المحافظات الأخرى بإذن الله. صاحب السمو، نما إلى علمي بأن الدرجات التي تقبل للطلاب المتفوقين ألا تقل عن 99.5%، فإن رأت الإدارة أن تعدل هذه النسبة إلى 99 ليكون أكبر عدد ممكن يشاركون ويستفيدون من هذه الجائزة، وأن تكون محفزا لهم في تعليمهم وفي رقيهم لمنطقتهم ولمحافظتهم ولبلدهم، فالرأي لله ثم لهم، ولكن هذا اقتراح، وعليهم أن يدرسون إن رأوا ذلك مناسبا طال عمرك، وجزاهم الله خير. جزاك الله خير، إذا أنت تقول مناسب كل الجميع يقولون مناسب، الله يبارك فيك يطول في عمرك، وإن احتاج أي إضافة في التكاليف فنحن على استعداد لذلك طال عمرك،
والتعليم كله أجر وكله خير، ومن يشارك فيه ومن يساهم فيه فهو على خير، وخاصة أنها باسم الأمير فيصل بن مشعل. وأشكر الجميع وألف شكر للحاضرين والمشاركين وأبنائنا الطلبة. شكرا صاحب السمو الملكي. صاحب السمو، ضيوفنا الكرام، التكريم سجية الكرماء ومزية النبلاء. يتفضل الآن سموكم الكريم لتكريم الداعمين والمشاركين في إنجاح حفل جائزة فيصل بن مشعل للتفوق العلمي برعاية شركة ابن سمار، وكذا الداعمين لجائزة الموهبة والإبداع، وأيضاً المشاركين من مركز الأمير سلطان الحضاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا حقيقة أحببت أني أعبر عن كلمة شكر وتقدير ومباركة بكلمة لم يعني أعد لها، ولكن أبارك لأبنائي الطلبة، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم لما فيه الخير والسداد. وفي نفس الوقت أحببت أن أثني وأشيد بهذا الحفل المميز بفقراته بعرضه بمثل هذا الأوبريت، مثل هذه المشاعر والانتقاء المتميز في هذا العرض الذي ركز على أمن الوطن، حملة معا ضد الإرهاب والفكر الضال. أنا أريد أن أقول كلمة قبل كل شيء، وهي الشكر لله سبحانه وتعالى ثم للشيخ مسعد بن سمار على رعايته لهذه الجائزة، وهي كانت باسمه كما تعلمون، ولكن رغب وفقه الله بأن تكون باسمي، وأنا أشكر وأثني على هذه البادرة الكريمة منه. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وأن يجزي خير على توجيه الأخير بأن تكون النسبة 90% بدل ما هي 99%، وهذا بدون أدنى شك سوف يضفي ويوسع من دائرة الجائزة. فأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله ووفق لما فيه الخير والجزاء، لما فيه الخير والرشاد. الأمر اللي حقيقة أحببت أنني أتحدث عنه هو ما رأيناه في هذا العرض عن هذه الحملة. أنا سمعت في الأيام الأخيرة ما قام به تعليم الرس، وعلى يعني جهود وهذه المحافظة ووكيل المحافظة الأخ بدر والتعليم وجهاز التعليم رجالا ونساء، أحب أن أشيد بهذه الحملة، أشيد بمخرجاتها. سمعت عنها الكثير، وصلني منها الكثير، فأنا أعتقد أنها الحقيقة يعني كانت حملة متميزة أدت دورها. الوطن له علينا حق كبير، وإذا كان هناك إخوان لكم يجاهدون على حدود الوطن بأرواحهم بسلاحهم، فكل منا عليه واجب أن يجاهد ولو بقلمه ولو بكلمة ولو بأي أمر يعين عزة هذا الوطن، ويجعل الأعداء يتحسرون، ويجعل أبناء هذا الوطن ينتصرون دائما. فأهيب بالجميع بأن نستمر في دفاعنا عن وطننا، وأهيب بالجميع بأن تستمر مثل هذه الحملات. قطاع التعليم قطاع واسع، وعندما نبدأ بمثل هذه الحملة والأمن الفكري من خلال التعليم سوف نشهد نقلة كبيرة في الوعي تجاه مثل هذه الحملات المغرضة أو التلوث الفكري من الإرهاب أو ما يخالف عقيدتنا وتشويه ديننا الحنيف. الأمر الأخير الحقيقة الذي أحببت أنني يعني أذكره وأؤكد عليه، وهو أن مثل هذه التسميات لرجال الأعمال ولأبناء الوطن المخلصين الذين يقومون بدعم التعليم بجوائز
وبمكافآت، حق علينا وواجب أن نقوم بإكرامهم، هذا حق من حقوقهم. وهذه البادرة في هذه المنطقة من تكريم رجال الأعمال الذين دعموا التعليم وجوائز التعليم في كل محافظة وفي كل مدينة من مدن هذه المنطقة هو شيء ولله الحمد تميزت بهذه المنطقة، أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. أشكر زميلي وأخي الدكتور عبد الله ركيان، وأشكر كذلك مدراء التعليم، وأخص بالذكر كذلك والشكر الأستاذ سليمان الطعيسي على جميع جهودهم وما قاموا به من جهود موفقة. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وينصر دينه ويعلي كلمته. وأكرر الشكر للأخ مسعد بن سمار على بذله وعطائه ومبادراته وعطائه المتميز والمتجدد عاما بعد عام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نستأذنكم بتكريم الداعمين والمشاركين في إنجاح الحفل. أولاً، تكريم الراعي الرسمي لجائزة التفوق العلمي شركة بن سمار الشيخ مسعد بن سعود بن سمار. ثانياً، تكريم الراعي الرسمي لجائزة الموهبة والإبداع الشيخ عساف بن محمد العساف. ثالثاً، تكريم رئيس بلدية محافظة الرس المهندس عيد بن نايف العتيبي لتجهيزهم مركز الأمير سلطان الحضاري. إدارة التعليم تهدي لسموكم الكريم فيلم معا ضد الإرهاب والفكر الضال. شكر الله لكم صاحب السمو تشريفكم حفلنا نحن المتفوقين، وحفظ الله لنا ديننا ووطننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستاهلك